السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كدير مع الصحة هانين. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة ويلقاكم ناشطة. البنات بنات كنشكر كل وحدة كتشجعني وكل وحدة كتقول تكتب لي كومنتار وكتشجعني، كنقول لك شكرا بزاف والله يخليكم ليا. صحاباتي اللي كيسولوا حنا المحل ديالنا فين جا وفين كاين، اختي المحل ديالنا كاين في كازا بالضبط في حي الازهر، حي الازهر اللي جا فوق البرنوسي. كتدخلي لحي الازهر سولي على تيلا الوفا، ملي كتوصلي تيلا الوفا سولي على قهوه المرضي، وراه حنا حدا المحل ديالنا مكتوبه فيه حانه الادارسه، خيطه الادارسه. واللي ما عرفاش واتصلت بيا باش نصيفط لها العنوان ولا شي حاجه، تعاود تعيط لك تقول لك ما كتجاوبيناش، غتصلي اختي وعاودي عيطي ان شاء الله تنجاوبك ان شاء الله باذن الله. اليوم البنات عندنا جليل بالدب، ياش شي حاجه غزاله وشي حاجه زوينه البنات، فنيونه فنيونه ديال المناسبات ديال النفس، كيف كنقولوا ديال النفس. شوف اختي جلابه، جلابه خريطه في الكريب، في الكريب ديال بنسوده وجوهره بروميان البنات، حرير غزاله اللوينات نتوما كتشوفوا فيها الخدمه، راه هي الجلابه نهزه راه شاكره راسها، الخدمه نقيه وكيف العاده دائما عندي جلابه نقيه البنات. انتم تصدريس فينيسيو ديالها نفس الشيء اللي كاين في القفطان كاين في الجلابه، اتحاد في الجناب. غنوريكم القفطان باش تشوفوا التلوينه ديالو كي دايره، جوهره شحال خفيفه 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 بزاف. تخدمات القفطان لون في اللون، يعني كله بالغوص ديال اللون جلابه، وها هو القفطان باش مخيط، يعني ماشي ماكينه في الجناب والثوق هو اللي براندا. حتى تستافدي حتى بالقفطان، لا حيتي جلابيتك تستافدي بالقفطان، تلبسي نهار العيد، تلبسي جاي عندك ضياف، انتي فرحانه براسك، غدا عند الناس وحيتي جلابه تبقى عندك تبقى القفيطين نقي لابسه لتحت، تستافدين به حتى هو. شوفوا ها هو، نعطيكم العبار ديالها، العبار ديالها 40 في الكتاف، 60 في طول الكم، 31 في الصدر، 30 في الحزام، 31 في الحوض، والطول 1.39 متر البنات. هذه البنات كتبقى ب 1800، هذه البيع ديالها ب 1800. وعندي شال بحال الشكل ديال هادو ديال الكاشخه، عندي اللون في اللون يمشي معاها في الغوز، اللي بغات شي شال ديالها في الغوز بيبي راه كاين عندي بحال هاد الشكل البنات، شفتو الكاشخه البنات كاينه شي حاجه غزاله. الكاشخه كاينه اللي عندي كدير 300 وكاين اللي كدير 350، واللي بغاتها بلا شال حتى هي مرحبا. شوفوا هادي حتى هي براندا البنات في الخضيدر سماوي، شفتو الحبه كاينه هنا في الوسط ديال الطراندا والرباطي والتدريس. الثوق عريضه البنات والطول طويل، فيه 44 في الثوق الطول ديالو. هانتوما شوفوا الراندا في القفطان، حتى هو تخدم لون جلابه، جلابه العيد البنات شي حاجه غزاله. ها هي نوريكم بعدا القفطان، هذا نعطيكم العبار. شوفوا القفطان حتى هو من الداخل اللون ديالو، شوفوه هنا هكا، وكلهم خدوم باليد البنات، وماشي بنص دقه، بدقه بحالو بحال الجلابه، يعني خدمه بحالها واقفه عليها، ماشي شاريها طالعه كيف كيقول لك الخدمه اللي كتكون ناقصه. انا ما عنديش خدمه ناقصه، عندي خدمه على حقها وطريقه البنات، والثوب كنخدم دائما الثوب الحاجه المزيانه. نعطيكم العبار ديال هادي، 40 في الكتاف، 58 في الطول الكم، 30 في الصدر، 29 في الحزام، 31 في الحوض، والطول 1.38 متر. كيف العاده الطول البنات راه كيتزاد وكيتنقص. هذه اختي الطول شتي، انا نقول لكم شحال كتزاد، 8 سنتيم عندي، وهذه متنيه على جوج. الثمن ديال البنات كيبقى ب 1500، هذه كتبقى ب 1500. كاين عندي الشال ديالها اللي غيمشي بحال هكا، شفتوا هو اللون ديال الجلابه، حتى هو في الكاشخه هو في الحرير، والحرير ديالها راه ما كيزلق، ماشي داك الساتين اللي كتحطي في شعرك وكيبقى يزلق لك، يعني كريب رقيق وغزال. كاين عندنا عاوتاني في الكريب هذا اللي كريب مصر، حتى هو يمشي معاها، كيدير 130 درهم. واللي بغاتها بلا شال مرحبا. كاينه هذه في الموف ترابي البنات، شفتوها الرنده كي رقيق وميته، شوفوا الحصيره، شوفوا الاتقان البنات، شوفوا في الجناب كي دايره. عرفتي البنات انا بلا ما نحلف لكم، ويعني ربي شهد على هاد الكلمات اللي قلت لها، هاد الجلابه بالضبط بحالها نفس الموديل ونفس النوعيه ديال الثوب، الا لقيتها كتباع ب 2500 درهم، 2500 درهم كاتبينها في التيكيت ديالها. وكاين عندهم حتى هما، يا حتى هما ما عرفتش نجبد، حتى هما عندهم بحال هكا كيعرضوا على
سميتها يا على القناه بحال هكايا. نعطيكم العبار ديال هذه 40 في الكتاف، 60 في الطول، 32 في الصدر، 31 في الحزام، 34 في الحوض، والطول متر 39. هذه يا البنات كتبقى ب 1800، فيها السلان في الكمام، فيها جوهره بروميان ديال 300 درهم باش كناخذها انا، وكتباع ب 350. فيها الكريب ديال بنسوده ديال 250 وكيتباع ب 300 درهم الكريب ديال بنسوده باش كيتباع. ها هو شوف السلان كدايا، والسلان بالرقيق والخدمه بالرقيقه، وراه الجلابه انا غنهزها داويه على راسها البنات، بنات شاكره راسها الجلابه. ها هي عطيكم القفطان ديالها، شوفوا حتى هو نفس الشيء البنات، مخدوم بالراندا، مخدوم في الجناب كامل بالراندا، شوف الزواقه ديالو وشوفوا كيف نازل البنات. والله هاد الجلابه ديال الغوص فيشيا اللي وريتكم، وهادي الا كيتباعوا شفتم انا ب 1000 يعني 2500 درهم باش كيتباعوا، ولكن انا عندي غير البركه ونحسبوا الكليان الدوام كيقولوا اللهم قليلهم ودايم. المهم هادي البنات كتبقى ب 1800 البيع ديالها انا، وكله كيبيع باش اللي كيرضي. بالنسبه للشال البنات راه هو هذا اللي وريتكم، الشال ديال كاش خاش حاجه غزاله، وهاد الحجيرات اللي فيه في الموف واللي غيتمشاو لك معاه، هو مرتدي اللي يمشي لك مع القفطان. الا خديتي جلابه بوحدها ب 1800 خديتي الشال كيدير 300 درهم. نفس الموديل البنات، نفس شفتو حتى هي الخدمه بالرقيق الكورميت، شفتوها كي دايره. ها هي الخدمه، ها هي السلان في الكمال، شي حجه شي عمرات لبسيها في صلاه العيد ان شاء الله، غزاله شي حاجه تلبسها شي عروسه، شفتوها غزاله وكل اللي كتفرح براسها. هذا اصلا هاد اللون ولا موضه بزاف هاد العام، كيلبسوه بزاف البنات، شفتو كي دايره الخدمه كي دايره البنات بالرقيقه البنات، فنيون الفينيسيو، الخدمه نقيه من الداخل. انت باش نوريها لكم حتى من الداخل، بحال داخل بحال برا، خدمه وحده هدره الكفه ديالو، شوفوا كي دايره الخدمه البنات، فينيسيو ما نذكروش عليه. نوريكم جوهره من الداخل، شوفوا جوهره فيها الموف، فيها هاد الخضيضه غزال، وشوفوا الصدر ديالها باش مخدوم، خدمتها بلونها وزوقتها بشويه السما البنات، وكلها واقفه باليد. هادي حتى هي كتبقى ب 1800 بحالها بحال الموف. وبالنسبه للشال ديالها عندي هذا يمشي معاها، شفتوها لان هو اللون ديال القفطان الذهبي ديالها يمشي معاها غزال. وعندي واحد اخر، عطينا فاطمه داك اللي ورا مرتديله نوريه لهم، هذيك مرتديله ورا المرتديله مشيتي الكحل هانت، شوفوا هذه تاوي يمشي مع البنات غزال، تاوي فيها ديك الخضيضر اللي كاين في جوهره. هذه راه الكاشخه البنات، حتى هي كدير هذه الكاشخه كدير 350 درهم، وكاين نوعيه اخرى كدير 300، ماشي نوعيه في الكاليتي ناقصه، غير على حساب الزواق وصافي البنات. شفتوها اشوفوا هذا البنات كي قلت لكم غزال غزال، حتى هذا النواغ راه عندي بحالو البيع البنات، كيمشي لكم مع بزاف تاع الجلالب. نعطيكم هذا، هاد الموديل البنات بقات ليا غير هادي بوحده، يعني كندرت فيهم اربعه، لا بقات هادي وحده اخرى في الكحل غادي نوريها لكم. هذا ديال الزواق ديال المعلم، بقاو لي غير جوج بياسات، شفتوها في الكريب البنات، القفطان ديالها لداخل ساتان مخدوم نص ثقة البنات بالعيون وبالضفيره ومدرس في الكول. ها هو تقدري تلبسيه بوحدو، شفتو التدريس، وتقدري تلبسيه مع الجلابه ديالو، وتقدري تلبسي مع جلابه واحده اخرى حيت الكحل في الكحل، تلبسي مع اي جلابه. خدمه عين عقده تحت بعقيده بلديين، شفتوها، وخدمه المعلم زواق المعلم جات غزاله والاتقان، يعني الا شفتيها بحال مخدومه باليد وهي راه بالماكينه البنات، والماكينه عندي نقيه. هادو راه دوزتهم البنات ب 1200 درهم باش دوزتهم، دابا هادي والبياسه الاخرى اللي بقاو عندي جوج درت ليهم 1000 درهم، اللي بغاتها هادي ب 1000 درهم، كندوزتهم ب 1200 بياس اللي تباعوا بحالها، هادي صولديتها ب 1000 درهم هانتوما البنات، مكتوبه فيها 1200 بالريال وبالدرهم كاتبه، شتي ما غيبانش لكم حيت الكاميرا كتبين بالمقلوب. نعطيكم العبار ديالها، 40 في الكتاف، 60 في الطول، 30 في الصدر، 29 في الحزام، 33 في الحوض، والطول مترو و40 البنات. هادي البنات كتبقى ب 1000 درهم،
كانت ب 1200 بحال هادو وزتهم دابا ب 1000 درهم. وكاين الشال ديالها، الشال ديالها كيدير 200 درهم. وكاين نوعية واحدة أخرى بحالها كدير 250 اللي كيكون ليكرا مكرشة البنات. هي بحالة في الكحل يعني نواغ في نواغ. شوفوا واش غايبان لكم الزواقه ملي نقرب شحال الزواقه ديالها بليغه البنات، كتجي غزاله. هاد الزواقه كنسميوها بليغه. شوفوا القفطان خدمته بهذا، راه بلو موفا البنات التحتاني جاي بحال بلوغوا ياك، وخدمته بالكحل البنات. شوفوا الجلابه خدمتها اللون في اللون باش تقدر تلبسيها بوحدها، تلبسيها مع اي جلابه تاع عين عقده لتحت بعقيده بلديه البنات. شوفوا الكمام، انتم الفينيسيو ديالنا، انتم الفينيسيو ديال القفطان. انا نعطيكم العبار ديالها، العبار ديالها 40 في الكتاف، 61 في طول الكم، 32 في الصدر، 31 في الحزام، 33 في الحوض، والطول متر و 39. الطول راكم عارفين كيتنقص اختي وكيتزاد. هادي حتى هي كتبقى ب 1000 درهم. وكاين الشال ديالها كي قلت لكم، كاين الشال اللي بغيتيه في النواغ راه كاين عندي البنات. ما بغيتي الشال تاخدي غير جلابه بوحدها. شوفوا هادي البنات في الكري، الكري زيتي مزيت واحد شويه، المهم شنو نسميوه كري نسميوه زيتي، المهم واحد اللويان خطير البنات. شفتوا بالرباطي، رباطي خدمته بالرقيق البنات. شوفوا الدقه الفرنسيه كان بالرقيق بالموف، هذا راه مخضر شويه، جاي شويه البيستاج ولكن مخضر شويه عليه، المسكي والمرتديلا وشويه ديال السم، هذا قليل شويه السم البنات، قليل ما كاينش بزاف. شفتوها طريزه في الكمام، فينيسيون نتوما كتشوفوا فيها البنات، يعني لوغلي الخدمه نقيه. هي الخفطان وريتكم التوق ديالو ياك البنات، ها هو التوق ديالو باش نخدم زوقته بالمسكي اللي عندك الارض ديال القفطان. نعطيكم العبار ديالها، 41 في الكتاف، 62 في طول الكم، 30 في الصدر، 29 في الحزام، 33 في الحوض، والطول متر و 40. الطول راه كيتنقص اختي وكيتزاد. هادي البنات كتبقى ب 1800 حتى هي، فيها الرباطي وفيها الرانده، وجوهره كي قلت لكم جوهره ديال 300 درهم، والكريب ديال 250، يعني باش كتعرفوا الجوده ديالها. وكاين عندي الشال ديالها حتى هو كيبهت اللوينه في الكريب ديال مصر، يعني كاين ديال 2600 130 درهم، وكاين عندي ديال حرير اللي بغيتي اختي. شوفوا هذا البنات في الاولى اللي طبعة جديد اللي تخرجات فيه، شفتوها هذا بحال كيبان بحال كاغوات منه بحال شي حاجه منه، شفتوها تخدمات بالرباطي باليد. هذا المردوخ البنات، هذا المردوخ، هذا البريد، هذه الدقه الفرنسيه، هذه السنسله والرباطي عقيده بلديه البنات. شفتوها حتى لتحت بالعقيدات، والطرزه جات هنا لتحت، انا نوريها لكم ما عرفت هذا اللصقه. شوفوا ما هي، شوفوا الطرزه فين كاينه فوق الفتاحي، شفتيها كيفاش كتجي، كتجي غزاله. ها هي نوري لكم حتى هي رشمه. كتجي فوق الفتاحي شويه كلها مدرسه البنات، القفيطان هو غادي نوريه لكم. شوف القفطان ديالها كي داير غزال، هانتوما هابط حتى لتحت البنات، بالضفيره صم برونز وصم حر، يعني التضريس هنا في الوسط باليد، هاد التضريس البنات. مدرسه دايره في الكول وفي الكمام ديال الجلابه والقب ديال الجلابه. اللوينه 3 رصات تقريبا خديتهم من القفطان البنات. غنعطيكم العبارات ديالها، العبار ديالها 40 في الكتاف، 59 في طولكم،
33 في الصدر، 32 في الحزام، 33 في الحوض، والطول 1.37 متر، والثمن ديالها كتبقى ب 1300. فيها الطرزة باليد البنات، عين عقدة لتحت، وجلابة بالقفطان ديالها. جلابة في الموف، حتى هي في المليفة الأولى شفتوها، تخدمت بالبانتي كروا، البلوغ وملاكي فاتح باللونات اللي عندنا في القفطان، الصفيفرة البنات والغوز والمرتدي اللي فاتحة، وهذا الخط اللي غادي الوسط سام برونز، عقيدة بلديين. ها هو اللي وريته قبيلة، هذا تا هو يمشي معاه، شوفوا هذا تا هو يمشي معاه البنات، والمرتدي اللي كاينة في الطرزة هنايا واللي كاينة في القفطان هي اللي كاينة في الشال، هذا الشال ديال كاشفة البنات. أنا حبيت له هذا راه، وكاين هذا البنات شفتو، تا هو مرتدي لا فيه هذا الباج اللي هو في الديكرادي، هو اللي عندك هنا في السام برونز، وكاين في القفطان. نوريكم القفطان غزال رومي البنات، القفيطين والثوب ديالو غزال، خفيف خفيف بزاف، خفيف خفيف خفيف، يعني بحال ما لابساش، خفيف بزاف البنات وما كيبينش. نعطيكم العبار ديالها، العبار ديالها 40 في الكتاف، 60 في الطول لكم، 30 في الصدر، 29 في الحزام، 33 في الحوض، والطول 1.38 متر. البنات هذه كتبقى ب 1200 درهم. شوفوا هاد المزرقة البنات، جا غزال، حصارة تا هي اللون في اللون براندا، القميص ديالها ها هو، نوريه ليكم باش تشوفو مزيان، شفتو الأرض ديالو في البنوكاسي مسكي، ومزوق باللون ديال الجلابة، وخدمتو أنا اللون في اللون. وجلابة هي خدمتها اللون في اللون في المليفة، مليفة مع جوهرة كتجي غزالة البنات، جوهرة كتمشي مع كلشي، تمشي مع مليفات، تمشي مع الولاد، كتمشي مع الكريب، كتمشي مع الكمخة، تا هي كتجي غزالة، كتجي زوينة. نمشي في الصالة ديالكم ديالها، غنعطيكم العبار ديالها، العبار ديالها 44 في الكتاف، 58 في الطول لكم، 32 في الصدر، 31 في الحزام، 34 في الحوض، والطول 1.37 متر البنات. هذه البنات كتبقى ب 1500 درهم. شوفوا هذه البنات كريب جوهرة، كرب جوهرة في البروميان البنات، غزالة وخفيفة البنات، عين عقدة تلتحت، تخدمت بالتعصاب، جلابة كلها باليد، كلها واقفة باليد على شعرها، هذا كلشي هاد الخدمة باليد، والتعصاب راكم عارفين خلاص كيكون باليد، الطباق المعلم باليد، شفتوها كلها باليد البنات، شوفوا الرقيق ديالها، شوفوا الخديمة، باش تشوفوا بينا اليد. شوفوا القب كي دايره، شوفوا هذا في السومو فاتح، السومو جاي يعني جاي الباج، السومو فاتح فاتح بزاف، والثوب ديالها خطير وخفيف البنات، يعني كتخليني نهزها بايدي نلعب بها كي بغيت، خفيفه على ايدي، خفيفه خفيفه، الجلابه مخدومه كامله باليد وما كيبينش. دابا راه هذا راه غير لابسه غير الجلابه بوحدها، باقي ما درتش لكم ديال القفطان، شفتوا باقي ما درتش لكم ديال القفطان وما كتبينش كاع، ها هي مع الشعو مع الضو ما كتبينش، يعني تلبسي لبستي جلابه بوحدها ما تبينش لك، لبستيها مع قفطانها راه كتجي كلاس. ها هو القفيطين ديالها شفتو، القفيطين ديال هذا رستم درت لي سنينات براندا بالرقيق وصديفه. نعطيكم العبار ديالها،
لابار ديالها 42 في الكتاف، 59 في الطول الكم، 32 في الصدر، 31 في الحزام، 33 في الحوض، والطول مترو و 41. هذه البنات كتبقى ب 1500 درهم. راكم عارفين خدمه اليد وعلى الشعره والتصاب ديال اليد والتوب برومي. شوفوا كيف نقرب لكم باش تشوفوا. ها هي خدمه اليد. بصحه اي وحده غتشري من عندي، اي وحده غتاخذ من عندي شي حاجه بصحه حتى هادو راه عندي الشيلان ديالهم مثلا بحال هذاك. عطيني داك البيج والنوار اللي يمشي معايا زوين، هذا الكاشخه، حتى هذاك الماغو ديال الحرير. شوفوا هذا غيمشي معها غزاله البنات، شفتي كيفاش غيجي فنه. هذه الكاشخه بحال اللي لابسه انا، ارضها بيج وفيها الكحل، وهذا اللي يكون هاد الكراميل تاوي يمشي معها غزال. وكان عندي ديال الكراب ديال 130 درهم البنات. البنات كنشكر كل وحده غتشجعني وغتبارطاجي الفيديو مع صحاباتها مع العائله ديالها. الا بغيتي شي حاجه تواصلي معايا مرحبا، غير سكرين ليا الموديل وصيفطيه ليا في الواتساب، وتاكدي من العبار ديالو غتصيفطيه ليا في الواتساب، غنخليه ليك، غتعطيني نعطيك رقم الحساب ديالي وغتحطي ليا فيه وغتزيدي 50 درهم ديال الامانه، وتعطيني العنوان ديالك مضبوط ومع السميه ومع التليفون، غيتصلوا بك اختي ويجيبوها لك حتى لباب الدار ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم، فيديو واحد اخر ان شاء الله.